السماء زرقاء غيوم بيضاء بينهما شمس صفراء تدق الباب على الأحباب تهديهم نورا وضياء شعاع النور بكل سرور يزور الكل بلا استثناء صباح الخير صباح النور صباح عطر الأجواء كوفاء النحلة للورد سوف نفي دوما بالوعد ونلاقي كل الأصحاب كي نملأ بالحب الأرض ومعا نتعاون ونجد نتساعد والخير نجد نتحدى كل الصعاب ويدا بيد نتحد سماء زرقاء غيوم بيضاء بينهما شمس صفراء تدق الباب على الأحباب تهديهم نورا وضياء دودو والأصدقاء. مرحبا أصدقائي، سنبدأ الحلقة. أهلا بك. الاعتراف. نادية، لماذا دعوتنا إلى هنا؟ انظروا إلى هذا. شكله غريب. ما هذا الشاي؟ هذا الجهاز لفحص الجسم من تصميمي، بإمكانه فحص صحة أجسامكم. حقا؟ أنا لا أصدق هذا. سأريكم الآن. من يجربه أولا؟ أنا سأجربه أولا. وأنا أيضا. أنت الأول يا دبدوب. نعم. كن مسترخيا. حاضر. أنت جاهز؟ نعم. فلنبدأ. والآن لقد انتهينا. شكرا لك بادية. دبدوب كيف تشعر الآن يا صديقي؟ نعم، هل تشعر بألم؟ لا 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 شيء. لا أصدق. هل نمت جيدا البارحة دبدوب؟ إنه يفحص صحتك. كيف عرفت أنني لم أنم جيدا البارحة؟ قرأت كتابا ممتعا. لقد أخبرني الجهاز بذلك. والآن من التالي؟ اطمئنوا يا أصدقائي، أنا على وشك البدء. إذا ما شعرت بأي ألم أخبرينا يا دهورة. حسنا أخرجي دهورة. لقد أكلت كثيرا، هذا ليس جيدا لك. نعم، كيف عرفت هذا؟ لذيذ. لقد حفو علي. ستصبحين زهورة البدينة إذا أكلت كثيرا. حسنا، توقفوا عن الضحك. الآن من التالي؟ أخضر. لا 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 تدفعني، لا تدفعني. هيا هيا هيا، لا تحرك. لا لا أريد أن أجري فحصا، دعوني. بسمة بسمة كلمة ورسمة. هل سيفي هذا بالغرام؟ طبعا. مزعجان، لا يمكنكما التغلب علي، لا يمكن. البرنامج التالي. دودو عليك أن تهدأ. جميلة عندما تخرج، لا تخاف، كن بطلا. حقا؟ إذا لا مشكلة.
أرجوكم اهدأوا سأبدأ. سيبدأ الآن. لا تفعل لا تفعل لا 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 سأقول لك كل شيء. ماذا قل؟ هيا يا دودو تكلم. ما بك؟ تكلم هيا صديقي. أنا أعتذر من لماذا تعتذر لي؟ أخبرني. أنا آسف آسف بشأني. أنا آسف يا بديع، أنا خربت ألعابك يا صديقي وأعتذر من سامحني. إذا هذا هو الأمر. نعم أنا آسف. لا 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 تهتم دودو، لقد أصلحتها. لا تهتم. حسنا هيا لنواصل الفحص. دهر أخضر. حسنا. حقا أنت أخضر. لن يمسكوا بي. اي اتركوني اتركوني، دعوني وشأني، لا اريد الفحص، لا اريد لا اريد. لن تهرب من الفحص يا اخي. اتركوني. دعوني اخرج. اتركوني وشأني، اخرجوني من هنا. سأقول لكم. لما هو خيبر يا أخضر؟ لا علينا أن نبحثك يا أخضر. لا 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 أريد، سأقول كل شيء. هل لديك ما تقوله لنا؟ بصراحة أنا إنه لا 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 نعم هذا ما فعلته. أخضر، أنت من فعل هذا؟ أنت مزعج جدا يا أخضر. ولكن أصدقائي ماذا جرى لكم؟ لماذا تعترفون بأخطائكم؟ بسبب الفحص الجهازك فكل شيء سيكشف، إذا الاعتراف. أنا أخبرتكم بالحقيقة أولا أصدقائي. ماذا؟ ولكن الجهاز يفحص الجسم ولا يعرف ما ارتكبتم من أخطاء. ماذا؟ ظننت أنه يعرف كل شيء. نحن مخطئون. والآن يا أصدقائي تعالوا إلى بيتي لتناول الكعك. هيا أحب الكعك. ماذا؟ ما الذي؟ قال كل واحد منهم اليوم الحقيقة لأصدقائه، إنهم صغار جيدون ومخلصون، وعليهم أن يتعلموا ألا يخدع أحد الآخرين وألا يسخر منهم. سماء زرقاء غيوم بيضاء بينهما شمس صفراء، تدق الباب على الأحباب تهديهم نورا وضياء. شعاع النور بكل سرور يزور الكل بلا استثناء. صباح الخير صباح النور، صباح عطر الأجواء. كوفاء النحلة للورد سوف نفي دوما بالوعد، ونلاقي كل الأصحاب كي نملأ بالحب الأرض. ومعا نتعاون ونجد، نتساعد والخير نجد، نتحدى كل الصعاب ويدا بيد نتحد. سماء زرقاء غيوم بيضاء بينهما شمس صفراء، تدق الباب على الأحباب تهديهم نورا وضياء. دودو والأصدقاء. هل سيفي هذا بالغراب؟ طبعا. مزعجان، لا يمكنكما التغلب علي، لا يمكن. يأتيكم بعد قليل.